أخبار اليوم. معايا مملوكه لدول شقيقه في بيننا وبينها حكايات ونصيب تدخل الدوله الرسميه. انا سياده الرئيس موجود مثلا في فرنسا قناه قمر يوتلسات بيبث افلام مصريه وبيبث اغاني مصريه وما بيطبقش القانون، في حين ان احنا لو عملنا كده هيقطعوا القمر بتاعنا. فده احنا بنتكلم عليها في مساله القرصنه على الانترنت. في افكار كتير جدا موجوده ومنها ايمن فهد القمر مقدم تصور ليها، لكن عايزه برضو تدخل من وزاره الاتصالات والاجهزه المعنيه، احنا مش متخصصين فيها الحقيقه. يبقى في فكر معين في الحمايه وفي الحصول على عائد الدوله في الاخر هتاخد منه نصيبها. ما حدش بيتكلم ان المبدع المصري ما يدفعش ضرايبه ولا الفن ما يدفعش التزامات الدوله عليه، ما يدفعش الكلام ده الحقيقه. انما بيتكلم في نقطه ان اذا كنا احنا متصورين ان عندنا ميزه نسبيه لمصر في الفن، واحنا عايزين نزيد هذه الميزه النسبيه ونحولها القصه لقيمه مضافه تتحول لعمل درامي او تتحول لفيلم او تتحول النص يتحول لاغنيه او كده، بدل ما يطلع بره وينتج في شركات عربيه ويبقى الحقيقه شركه الانتاج مش هيبقى معبر عن مصر. فاحنا بنتكلم في تسهيلات معينه او حوافز للاستثمار في مجال انشاء الاستديوهات والمعامل ودور العرض. بنتكلم على دور الدوله في تخصيص بعض المواقع. انا سمعت الفكره وكان الدكتور احمد مجاهد بيتكلم عليها، ان كان في تصور قبل ثوره 25 يناير في المنطقه اللي فيها السلك القومي وخلف مسرح البالون. بنتكلم ايضا على دور مؤسسات الدوله او اجهزه الدوله المعنيه، اجهزه المملوكه للدوله، سواء مدينة الإنتاج الإعلامي، الدولة هي المالك الأكبر فيها، شركة النايل سات، بنتكلم على قطاع الإنتاج، وكان مهندس أسامة الشيخ أقدر إنه يتكلم في هذا المجال، بنتكلم في المسرح على هيئة المسرح، على قطاع الإنتاج الثقافي، بنتكلم على التعاون بين هيئة الكتاب والجهات الخاصه بالنشر مع المؤسسات اللي مملوكه للدوله 100% واللي بتشتغل في مجال النشر زي المؤسسات الصحفيه القوميه وغيرها. هل الدوله عايزه فن وثقافه؟ فكره ان في اراده سياسيه لدعم المنتج الابداعي المصري، اه طبعا ممكن.